حكايتها ليست من وحي الخيال، إنها واقعنا. أنا كنت حامل، يعني أنت ما عندكش إنسانية، يعني الولد اللي في بطني ابنك، فأنت عم تأذيني أنا وعم تأذي له، يعني كانت طريقة الضرب مش طبيعية، مش ضرب طبيعي، يعني ضرب مبرح. فأنا رحت على بيت أهلي أساساً، كنت مقررة أني ما عادش نبي نشوف الشخص هذا، ما عادش نبي نتواصل معاه، مدى بيا ما يكونش في حاجة بيني وبينه تربطني به نهائياً. فحتى اهلي وقفوا معي صراحه، بس بعدين لان انا حاجه جواتي ان انا ما خلتنيش نطيح ابني، يعني حبيت الكائن اللي في بطني ما طيحتاش، فقلت نعطيه فرصه ثانيه، وهي كانت غلط هذه، ما ننصحش اي حد يعطي فرصه ثانيه في موضوع التعنيف. اعطيته فرصه ثانيه، هو جاب حتى القران، هو كان متدين وحلف على القران، قال انا ما عادش هنأذيك جسديا وهنتغير، بس ما صار الشيء هذا. طبعا حتى اليوم ليس هناك من قانون يحمي النساء من العنف الأسري في ليبيا والعديد من الدول العربية، رغم الجهود النسوية المستمرة للناشطات الليبيات في سبيل مكافحة هذا العنف وتجريمه. لما جانا طبعا مشاكل من أهلها، قالوا لها أنت مفروض ما تجيبهاش تسكنها عندنا، من غير التهديدات اللي يوصلوني عن طريق التطبيقات أو عن طريق رسائل التليفون، SMS، تهديدات بالقتل، تهديدات بالحبس، واتهامات بالارتداد، اتهامات أن أنا إنسانة مش كويسة، اتهامات أن الطفل هذا ما هوش طفلة، وأن أنا أقامت علاقات شرعية مع رجال آخرين، وحاولوا يتهجموا علي أكثر من مرة في البيت، بس أنا طبعاً عندي غرفة خاصة بي، أخش ومسكر في باب علي أنا ولدي. وبعد أن قررت الانفصال عنه واستقرت في بيت منفصل هي وابنها، أتى زوجها إليها متوسلاً زاعماً أن لا مأوى لديه. في يوم من الأيام، كان شهر 9 2020، جاني قال لي أنا جيت في الليل وما عنديش مكان نقعد فيه او نبات فيه، فلو سمحتي خليني نقعد معك في الشقه. فانا كان الشقه فيها 3 غرف، خليت له غرفه هو ينام فيها ليله هذيك، واخذت ابني ورحت على غرفه ثانيه ونمت فيها. نمنا هيك جو الساعه 1 أو 2 في الليل او 3، مش متفكره بالضبط. انا طبعا نومي خفيف، في الوقت هذاك حسيت ان كان ايدي يتحركوا، يعني فحرت ان انا نايمه في شيء هذي، فانا استيقظت واذا بي لقيت انه هو يحاول يربط لي ايدي، وجاب حاجه ما نعرفش ان هي مثل قطعه القماش حاول يحطها لي في فمي. فانا استنتجت الشخصيه انه هو طبعا كان يبي ياخذني يرفعني للمدينه طرابلس، لان في طرابلس ما فيش قانون كافي فيقدر يعمل فيا الشيء اللي هو بده اياه. طبعا انا ما سكتش، صار شجار بيننا. وفي هذيك الفتره لما تعاركنا في الليله هذيك، ضربني، خشمي اصبح ينزف وإيدي انكسرت وعندي هلبة ردود وجسمي أصبح أخضر. طبعا أنا طردت من البيت في اليوم هذاك، خليته يطلع، قلت لو سمحت خلاص. في صباح اليوم التالي لهذه الحادثة اتصل بها زوجها يريد رؤية ابنه، الأمر الذي أثار شكوكها باحتمال أن يذهب به خارج المدينة، وهذا ما حدث بالفعل. فلم تجد من حل أمامها سوى أن تتقدم بشكوى ضده ليتم إلقاء القبض عليه بتهمة إيذاء أحد أفراد الأسرة، ولا يتم الإفراج عنه إلا بتنازلها عن حقها. ضلينا 21 يوم أنا لا أعرف مكان ابني، وما نعرفش وين كان، وما نعرفش شو صار معاه. طبعا لما كبرت القضية وأصبحت قضية رأي عام وانتشر الصور في كل مكان، ويعني لو أنا بيلقوا الطفل هذا بياخذوا فيه الإجراءات اللي بيلقوا فيه، في مجموعة من الناس جابوه لمدينتي سوارة وسلموا لي أشخاص نعرفهم وقالوا إن إحنا لقيناه في الشارع. طبعا حالة ابني لما رجعوه لي وعنده حتى تقرير طبي، مضروب، جسمه فيه كدمات كثيرة. ابني كان يعني صحته كويسة، بس رجع إن هو هزيل هلبة وتحت عينيه أحمر، يعني عندي تقرير طبي في الموضوع. في حكايتها امتلكت الشجاعة وهربت، لكن ماذا عن بقية النساء في ليبيا؟ ليبيا مش بلد آمن، ليبيا ما كانش بلد آمن لي أنا بأي طريقة. فلو إن أنا كنت قاعدة في ليبيا ممكن يكون قاعد عندي مخاوف، ويعني يكون قاعدة أفكر في المستقبل، بس أنا جيت لي بلاد آمنة، وفرت لي الأمان، وفرت لي الرعاية، وفرت لي مستقبل لولدي، يعني ولدي يدرس عندهم، وطمنتني، قالوا لي لو أي حاجة تصير لك هم هيكونوا أول المتهمين. حكايتك حكايتها، حكايتنا كلنا.
لنرويها ونسمعها لعلنا ننهي العنف ضدها في يوم قريب.